السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الجزء الثاني. أنا فصلت المحاضرة اللي فاتت على جزئين، فبالتالي أنا بتكلم من أول بيج نمبر 4. لاحظ أنا دلوقتي عايز أتكلم على إزاي أرسم علاقة الخط المستقيم في كل الأوضاع بتاعها. أنا عندي ست علاقات للخط المستقيم. We have three main relations. أنا آسف، 6، I'm sorry. بص، أنا بحاول أقسم دايما الـ equation of a straight line to 6 positions. أنا يهمني قوي إن أنت فهمهم، هما الستة فهمهم. لذلك أنا عندي A، خليني أجي كده، عندي A B C D E and F. انا هرسم ست، هعمل سكتش ل 6 straight lines in this paper. It's really very important for you to remark how we are going to handle each and every one of them. ايه اللي هيطلع؟ كلهم لهم نفس الكويستشن اللي مطلوب من حضرتك. Sketch each of the following straight line equations and determine the type of the relation. Is it increasing or decreasing? طبعا بالنسبة لك سهل قوي تعرف مين الـ dependent variable ومين الـ independent variable. بالنسبة لنا خلينا نثبت مبدئيا y و x. x is the independent و y is the dependent variable. بص على الايكويشن الاولانية، y equal وليكن 2y equal 2x minus 5، اي حاجة. خلينا نبص على الايكويشن الثانية، وليكن y plus 2x minus 3 equal 0. خلينا نبص على الايكويشن دي، 3y minus 6x equal 0. خلينا نقول 2y positive 4x equal 0. خلينا نرسم y equal 5 and then 2x equal 10. أول واحدة فيهم كلهم لازم أوصلهم للنورمال فورم. If you remember يعني ايه نورمال فورم، يعني y بيساوي mx زائد k اللي انا جبتها من شويه. عايزهم كلهم كده. لما اجي ابص على الايكويشن الاولانيه دي، بص كويس قوي، لما اجي ابص على دي هلاحظ ان 2y بيساوي 2x minus 5. It's not on the general form. It's not on the normal form. يبقى first of all we have to put it on the normal form. How to do this? Get the y coefficient equal to 1 and all the other numbers and variables on the other side. So first step, y will equal to 2x minus 5 and all of them divided by 2. يعني ده يؤدي الى ان الy بيساوي 2x divided by 2 بقت بx بس، و minus minus 5 divided by 2 يعني minus 2.5، حاجة بالشكل ده. الستيب اللي بعديها دايركت، أنا عايزك تجيب لي 2 points، point number 1 و point number 2. point number 1 let's assume إن x equal to 0. go ahead and find the y، وهات لي الواي. الأمر سهل قوي، هطلع على الإيكويشن بتاعتي أحط x بزيرو، يبقى إذا y بيساوي 2 times 0 minus 5 over 2. يعني 2 طبعا divided by 2، يعني ده معناها إن ال y بيساوي minus 2.5. يبقى أنا عرفت إن دي minus 2.5. معلش أنا عايزهم كلهم قدام عينيك مع بعض. يعني إذا أنا عارف إن البوينت الأولانية، خليني أكتبها باللون الأزرق أهي، الاكس بتاعتها بزيرو والواي بماينس 2.5. نفس الوضع بالظبط زي ما عملت قبل كده.
زي ما عملت في الفيديو اللي فات بالظبط. اروح جاي قايل let y بيساوي 0 اهو، هشيل الواي دي واحط 0، يبقى ده معناه 0 بيساوي x minus 2.5. يعني ده معناها ايه؟ معناها ان الاكس بيساوي 2.5. يعني لو انا بكتبها as a point هيبقى الاكس ب 2.5 positive والواي بيساوي 0. انا عرفت 2 points. استنى من فضلك، اول ما عملت دول هريمارك ان دي اصبحت، بصوا كده يا شباب، y بيساوي mx زائد k. يعني انا عرفت ان ال m بتساوي 1 which is positive، يبقى الريليشن دي اسمها increasing relationship. ليه؟ لان السلوب، الرقم اللي قدام الاكس، النمبر اللي قدام الاكس دي positive، يبقى انا عرفت ان دي increasing relationship. معنى ان دي increasing relationship يعني as long as ان الاكس تزيد الواي will increase. تعال نروح نرسم. معلش انا بقى انا عارف ان الرسمه ضيقه قوي، بس انا ليا هدف كبير جدا ان انا عايز اوريهم لك كلهم جنب بعض، فهتلاقيني راسم صغير وانت تقدر تكبر الفيديو. ادي الاكس، ادي الواي، بوزيتيف انفينيتي، نيجاتيف انفينيتي، بوزيتيف انفينيتي، نيجاتيف انفينيتي. هروح عند البوينت نمبر 1، اكس ايكوال تو 0، واي ايكوال ماينس 2.5. يبقى انا همشي في الاكس عند 0 وهنزل لماينس 2.5. ليتس اسيوم انها هنا، يبقى ده ماينس 2.5. هروح اعمل البوينت الثانيه، البوينت الثانيه امشي على الاكس عند 2.5، يبقى انا همشي هنا هلاقي 1، هلاقي 2، هلاقي 2.5. اطلع فوق ولا انزل تحت؟ لا، هقف مكاني لان الواي بيساوي 0. هوصل بين التو بوينتس دول اهو، ده الستريت لاين. بص له كويس، دايما في الاتجاه ده، كل ما الاكس تزيد الواي تزيد. بص كل ما الاكس تزيد الواي تزيد، كل ما الاكس تزيد الواي تزيد، كل ما الاكس تزيد الواي تزيد. ده معناها ايه؟ increasing relation. This is very important. يبقى انا عرفت شكل علاقة الخط المستقيم. خليني ادلعه لك كده اهو، انا حطيت لك عليه بالازرق اهو عشان يبقى ايه، متدلع واضح قدامك، وما تقعدش تقول لي ده الرسمة ضيقة. معلش انا قاصد انها تبقى كده، لان عايز اشاور لك على الاشكال كلها مع بعضها وعلق عليهم في الاخر. كمان مرة عايز اعمل العلاقة اللي تحت دي ولا اي حاجة، انا همشي نفس البروسيجرز. انا هجيب الواي لوحده في طرف وارتب المعادلة، rearrange this equation to grab y in one side and the remaining of the equation and variables on the other side. How to do this? It's really very simple. Let's move minus x from this side to the other side. So it will be 3y equal 6x. The coming step, we have to have y equal to 1. The coefficient of y must be positive 1. Negative 1, no. This is must be positive 1. So divide all the equation on 3. So we will have y equal to 6x divided by 3. That is in y بيساوي 2x. أنا جبت الإيكويشن بتاعتي. لو أنت واخد بالك كويس قوي، انا حافظ النورمال فورم، واي بيساوي ام اكس زائد كي. يعني لو انا جيت اكتبها هنا، بص اكتبها لك تحت اهو، واي بيساوي ام اكس بلس كي. لو ار يو ريماركينج ماي ووردز، هتلاحظ ان الام بيساوي 2 which is positive. ايوه انت صح، معنى ان ام بوزيتيف يعني الريليشن بتاعتي increasing. دي الام طبعا زائد كي، مفيش هنا نمبر، يبقى ده معناه ان الكي بيساوي 0. لاحظ الستيب اللي بعديها، هروح اجيب بوينت نمبر 1. ازاي اجيب بوينت نمبر 1؟ الامر سهل قوي. هروح رايح اسيوم ان اكس ايكوال تو 0، هاخدها واعوض في الايكويشن ده اهي، هاخد الايكويشن دي اعوض فيها، هحط اكس ايكوال تو 0. يبقى ام سوري، الايكويشن طبعا اللي مترتبه اللي شكلها احسن، هما الاثنين واحد اصلا.
هحط اكس في 0، يبقى اذا واي بيساوي ال 2 تايمز 0، يعني وليت 2 ان واي بيساوي 0. لاحظ كويس قوي ان لما انا حطيت هنا في الايكويشن دي واي ايكوال 0 اهو، اكس ايكوال 0 ام سوري، لقيت الواي بيطلع ب 0، يبقى ادي البوينت نمبر 1. هروح اجيب البوينت نمبر 2 اكزاكتلي لايك بيفور. بوينت نمبر 2 طبعا خلي بال حضرتك كويس ان لو حضرتك كتبت واي، ما هو ينفع ان انا احط اكس باي فاليو احط واي باي فاليو. لو انا حطيت واي بتساوي 0 وجيت اعوض في الايكويشن دي هيطلع اكس بتساوي 0، لان 0 0 دي من البوينت واقعه على الستريت لاين ده. امال في الوضع ده اعمل ايه؟ في الوضع ده هفرض الاكس باي فاليو ثانيه انت تختارها. طالما انا حطيت هنا اكس بتساوي 0 يبقى انا احط هنا اكس بيساوي 1. لما اعوض باكس بيساوي 1 يبقى واي بيساوي 2 تايمز 1، يعني دي معناها ان واي بيساوي 2، يعني البوينت اللي عندي هنا اكسها 1 والواي بتاعتها ب 2. روح ارسم بنفس الاسلوب اللي فات اهو تاني كمان مره اهو. ادي هنا الاكس اكسس وده هنا الواي اكسس بالظبط بالظبط زي اللي فات. هروح في الاكس عند 0، طبعا هلاقي الواي بزيرو يبقى ادي البوينت نمبر 1. هروح في الاكس عند 1، ادي الواحد مثلا، هلاقي الواي اطلع 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 لغايه طبعا هنا 1 هنا 2 هنا 3 عند 2 اهي، جبت البوينت الثاني اهي 1 و 2. هوصل بينهم، بص بص طبعا الريليشن دي increasing relation، لاحظ بوزيتيف اهو سلوب. تاني بكرر معلش، انا عايزهم يبقوا، هتفهم ليه دلوقتي، انا عايزهم يبقوا جنب بعض. الستريت لاين ايكويشن دي اللي هي واي بيساوي 2 اكس. بص على اللاين ده، بص على اللاين ده، بص على اللاين ده، بص على اللاين ده، كويس قوي. هتلاحظ ان الدايركشن طالما في الاتجاه اللي حضرتك شايفه ده اهو، ده معناه انه انكريزنج كده انكريزنج كده انكريزنج كده انكريزنج كده انكريزنج، يتغير مع تغيير الارقام. طول ما انا بتحرك كده العلاقه بتاعتك انكريزنج، دايما الميل في الاتجاه ده، دي انكريزنج ريليشن شيب. اللي ما فهمش دي وما خدش باله من دي، استنى، انت ملاحظ ان الايكويشن ده اهي او الستريت لاين ده في سبيشال كيس، لان لو الاكس بتساوي 0 واي بيساوي 0 اكشوال بيعدي بالاوريجن، بيعدي بنقطة صفر وصفر، لكن ده جنرال كيس، مش بيعدي بنقطة واي اللي هي الاوريجن اللي هي 0 0. تعال نبص كمان مرة، بص معايا كده، اللي أنا عملته ده أنا هعيده تاني مع الستريت لاين ده مع الستريت لاين ده. تعال نعيده كمان مرة. أنا متأكد إن لو حضرتك حليت المسألة دي أو المجموعة دي ورايا، مجموعة المسائل دي ورايا، فور شور لا يمكن الجزء ده انت يو كان مس، مستحيل مستحيل. تعال بص كده، اول خطوه هعملها ري ارينج ذا ايكويشن. انا ام سيرشنج ان واي بيساوي ام اكس اهي، كمان مره اهي، عايز اشوف واي بيساوي ام اكس زائد كي، عايزها تبقى بالشكل ده، عايز الايكويشن دي تبقى كده. يبقى هعمل ري ارينجنج، يبقى واي بيساوي ودد اذر سايد ماينس 2x ماينس 3. مجرد ما بقت على الشكل اللي قدام حضرتك ده، انا عرفت ان الام بتساوي نيجاتيف 2 وان الكي بيساوي نيجاتيف 3. معنى ان الام نيجاتيف 2 دي معناها decreasing relationship، دي علاقة decrease then increasing، دي decreasing، دي direct relationship، دي indirect relationship. على فكرة أنا كان ممكن أقول increasing أو أقول direct relationship، دي indirect relationship. الحركة اللي بعديها طبعا بالعربي بيطلق على دي، أنا آسف، علاقة طردية، دي برضو علاقة طردية، يعني direct relationship أو increasing relationship، دي بيطلق عليها علاقة عكسية أو decreasing relationship، أو بيطلق عليها indirect relationship أو inverse relationship whatever. نفس الستبس بالظبط، يبقى ديت أنا قلت عليها decreasing، خلينا نقول indirect
يعني مش اندايركت، مش واضحه قوي، خلينا نقول انفرس ريليشن شيب، خلينا نقول ان اندايركت او نقول ان فيرس ريليشن شيب، بالتالي انفرس هتبقى احسن. يبقى هنا انفرس ريليشن شيب اوقع. هاجي هنا اقول برضو نفس الكلام، هروح اجيب البوينت نمبر 1، احط اكس ايكوال تو 0 واروح اصب في الايكويشن دي، هاخد دي اعوض بيها هنا، اطلع قيمه الواي. لما اعمل كده هيبقى واي بيساوي ماينس 2 تايمز 0 ماينس 3، يعني اذا الواي بيساوي ماينس 3. يبقى البوينت نمبر 1 اكس ب 0 والواي ماينس 3. سيم واي لايك، اروح اجيب البوينت نمبر 2، هروح حاطط واي ايكوال تو 0. يوم لما احط الواي ايكوال تو 0 يبقى 0 ايكوال ماينس 2x ماينس 3. Rearrange, this is a first degree equation, you can solve it. يبقى على طول هودي الماينس 3 الاذر سايد، يعني معناها ان ماينس 2x ايكوال 3، يعني معناها ان الاكس بيساوي ماينس 3 ديفايدد باي 2. يعني اذا اصبحت البوينت نمبر 2 بتاعت حضرتك كالاتي، y بيساوي 0 وx نيجاتيف 3 اوفر 2. روح ارسم لي الريليشن شيب دي تاني اهو. ده y اكسس اهو، طبعا دوت الاكس اكسس. هروح في x عند 0، ادي x عند 0، هنزل في الواي عند نيجاتيف 3، يبقى هنا كده اهو ادي نيجاتيف 3، ادي البوينت نمبر 1. همشي في الاكس لغايه نيجاتيف 3 اوفر 2 اللي هي ماينس 1 ونص اهي، ولا هطلع فوق ولا هنزل تحت، هوصل بينهم اهو. وهسود عليه كده علشان حضرتك عينيك ما تتوهشي عنه. اهو اهو اهو، دي اسمها inverse relationship او decreasing relationship. y بيساوي minus 2x minus 3، دي الايكويشن بتاعي. بص ال increasing relationship في الاتجاه ده، decreasing في دايما في الاتجاه العكسي. تعال نرسم المعادله اللي تحت ونعيد نفس الخطوات تاني. انا برضو هري ارينج الايكويشن بتاعتي عشان تبقى بالظبط زي ما انا عايز، يعني انا عايز اشوف y بيساوي mx زائد k، نفس الاسلوب نفس البروسيجرز، مفيش اي تغيير، خلي ال y in one side والكوفيشنت بتاعه بوزيتيف 1. That's ان 2y equal minus 4x which will lead to ان ال y بيساوي minus 4x divided by 2، that is ان y بيساوي minus 2x. ادي الايكويشن بتاعتي ده. يبقى انا وديت ال 4x الاذر سايد وقسمت على 2 على 2، بقت بالشكل ده. لو انت واخد بالك كويس جدا، لاحظ ان ال m بيساوي نيجاتيف 2، طالما دي نيجاتيف اهو نيجاتيف، يبقى انا عندي انفرس ريليشن او اندايركت ريليشن، يعني معناها decreasing relationship، لان السلوب نيجاتيف. لو السلوب كان بوزيتيف يبقى ده معناها increasing، لو هو نيجاتيف يبقى decreasing. مين السلوب؟ اللي هو ال m، اللي هو الرقم ده اللي هو اللي قدام الاكس اهو، اللي قدام الاكس. هروح ارسم كمان مره، هروح اجيب البوينت نمبر 1، هروح على طول قايل ان x equal to 0، ادي البوينت نمبر 1. لما اجي احط x equal to 1 I'm sorry equal to 0، يبقى دي معناها ان y بيساوي minus 2 times 0، يعني ال y بيساوي 0. يبقى البوينت نمبر 1 x ب 0 و y بيساوي 0 exactly the same way like. اروح داخل رايح جاي p2، البوينت نمبر 2 in such a case ما اقدرش احط y equal to 0. If you put y equal to 0 it will give you x equal to 0، so you can do it. So what we are gonna do? It's really very simple. We will assume another value for x. Let's let x equal to 1 and grab the value of y. Same way you like. خد الايكويشن دي، خلينا نستخدم البنسل ده ونشوف هتمشي. اهي تاني تاني عشان الناس بتنسى. تاني اهو انا استخدم الايكويشن دي. هحط y equal minus 2 times 1. يدي لك y بيساوي negative 2. يعني ال b2 x ب 1 وده negative 2. Exactly same way like. لو سمحت
عايزين نرسمها كمان مرة. اهي عايز ارسمها كمان مرة. بص كويس قوي اهو، ادا الواي اكسس اهو، ادا الاكس اكسس. هروح في الاكس عند زيرو هلاقي الواي بيساوي زيرو، this is point number one زيرو زيرو. هروح في الاكس at one، اروح في الاكس عند واحد الاقي الواي نيجاتيف 2، انزل لتحت لغاية لما اقابل نيجاتيف 2 اهو، ادي البوينت بتاعتي. هوصل بينهم اهو، انا هوصل بينهم اهو، ادي اللاين بتاعي اهو. بصوا يا شباب انا عملت كل ده عشان حاجة واحدة، شوف دي increasing relationship. بص بص الخط عامل ازاي، بص ال decreasing relationship العكس، هنا كل ما الاكس بتزيد الواي بتقل، هنا same way like كل ما الاكس تزيد الواي بتقل. يبقى انا عارف ان دي inverse relation negative slope يعني معناها decreasing. روعة. اخر حاجة او اخر جزئين عايز اوريهم لك، واسهل جزئين. لما اقول y equal to 5 لاحظ ان لي ان الريليشن دي هي اساسا ما اصبحتش ريليشن، ده statement y equal to 5 it's not a function this is one variable stating that y equal to 5. لذلك ده لو انا عايز ارسمه بص كويس قوي، انا هسمع الكلام، ادي الاكس وده الواي، همشي في الواي لغايه الفاليو بتاعت الفايف واعمل هوريزونتال لاين، يبقى ده هوريزونتال ستريت لاين. لاحظ ملحوظه جدا مهمه جدا، ان انا لما بتكلم ان واي بيساوي ام اكس زائد كي، يعني لو انا جيت اكتب هنا واي بيساوي ام اكس زائد كي، هتلاحظ ان الام ايكوال تو زيرو وان الكي بيساوي 5. لذلك بالفعل انا لقيت ايه، لقيت ان فعلا قيمه الواي اهو، واي بيساوي 5، ده الجزء المقطوع من محور الواي، وبالتالي السلوب بتاع اي هوريزونتال ستريت لاين بيساوي زيرو، ام بيساوي زيرو. طبعا هوريزونتال ستريت لاين للناس كلها عشان تفتكر اللي هو الخط الافقي. نفس الموضوع تيبيكال وانس مور، لما اجي ابص على 2x equal to 10 يعني معناها على طول ان الاكس، طبعا هي بالصدفه هنا x equal to 5، كان ممكن x ب 1 x ب 2 x ب 3 وات ايفر، ده العكس. ادي الاكس اكسس ده كده واي اكسس، هروح في اكس عند 5 بعدين هعمل فيرتيكال ستريت لاين اهو، دي الايكويشن اوف ا فيرتيكال ستريت لاين. على فكره الفيرتيكال ستريت لاين السلوب بتاعه ام بيبقى undefined، السلوب بتاعه undefined، ده في حالة الvertical straight line. هذا الشكل اللي موجود قدامك، موجود عندك ست حالات من الstraight lines. معلش الورق شكله صاحي، لسه صاحي من النوم، حاجة بالشكل اللي حضرتك شايفها دي. بص increasing relationships دايما في الوضع ده، دي direct relationship، الinverse relationship في العكس اهي اهي، دي decreasing relationship، كل ما الاكس تزيد كل ما الواي تقل، هنا العكس كل ما الاكس تزيد كل ما الواي تزيد. في الوضع اللي انت شايفه قدامك الشكل اللي قدامي ده اهو، اهو علاقه الخط المستقيم، انا برضو هشخبط عليه شويه كده عشان عايزه يوضح بالنسبه لك، دي horizontal، في الشكل ده vertical، دول اساسا مش functions يا فندم. ليه ما هماش functions؟ لان ده statement y equal to 5 for every value of x، وهنا statement x equal to 5 for every value of y. دول الست كيسز بتوع الستريت لاين، بص لهم كويس جدا، بص لهم كويس قوي، بص للست حالات دول كويس جدا، مفيش علاقات تانية للخط المستقيم موجودة.
نفس الكلمتين اللي انا عملتهم دول انا عايز حضرتك تعملهم لو سمحت في مجموعة المسائل دول. عايز تحل ده assignment عشان توريني وترسله على الايميل. خلي بالك الايميل اللي هترسل عليه كل جروب له ايميل يرسل عليه، واضح تماما. الجروب بتاع يوم الاثنين على 40، الثاني على 41، الميعاد اللي بعديه بتاع يوم الثلاث 43، الميعاد بتاع يوم الاربع الصبح 44، الميعاد بتاع يوم انا اسف يوم الاربع يوم الخميس الصبح 44، الخميس اخر النهار 45. عندك 5 ايميلات، تبعت كل جروب يبعت الايميل بتاعه من فضلك. لازم التايتل بتاعت الايميل اشوف فيها ده، اشوف فيها يور بنش نمبر، باشمهندس حسن رفعه لك، بعدين اشوف فيه الاي دي بتاعت حضرتك، بعدين او حضرتك طبعا، بعدين اشوف النيم. على فكره انتوا فعلا وحشتوني جدا يعني، واقعد اقول لك اسكت واسكتي وكده يعني. طيب انا عايزك تعمل ايه في البارت نمبر 1 ده؟ السؤال ده مهم قوي، عايزك ضروري قوي تعمله. عايزك تعمل لي سكتش ذا straight line equations given and determine the type of the relationship. عايز اشوف نوع العلاقة، عايز اشوف 3y minus 9x plus 12 equal to 0، رقم 2 y equal 2x number 3 2y positive 8x minus 6 equal to 0 number 4 y positive 5x equal to 0 number 5 عايز y equal to، خليها 5 يلا. number 6 x او 3x equal to، خلينا نقول 9. لو سمحت من فضلك ارجوك انا محتاج اشوف الست مسائل دول كل واحدة فيهم، عايز اشوفها مرسومة، عايز اشوف نوع العلاقة دي increasing ولا decreasing، وعايز اشوف انك بتعرف تجيب الـ 2 points مع بعض. الجزء ده مهم قوي، لو سمحت الاساينمنت ده سهل، ارجوك حاول انك انت تحله وتبعته على الايميلات اللي انا قلت لكم عليها. البنش نمبر بتاع حضرتك، البنش نمبر بتاع حضرتك او حضرتك هتلاقيه موجود في الاكسل فايل اللي اتعمل بيه في البي دي اف اللي مرفوع على ال ام اس. يبقى بالترتيب كده، حضرتك هتخش على ال ام اس، تعرف البنش نمبر بتاعك، انت عارف الاي دي والنيم، هتحطهم في التايتل لاين بتاع الايميل اللي انت هتبعته بعد اذنك. هتبعت على الايميلات اللي موجوده معاك اللي موجوده عندك، بعدين هتحل الست مسائل دول. عايز تحلهم في ثلاث ورقات، عايز تعملهم زي ما انا عملتهم ما يهمنيش، المهم انهم يتحلوا. اشوف بوينت نمبر 1، اشوف بوينت نمبر 2، اشوف التايب اوف ريليشن، از ات انكريزنج ديكريزنج، السلوب بكام والريت بكام. ثانك يو very much، ومن فضلكم stay safe please. شكرا، اشوفكم المرة الجاية، سلام.